بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله طالبة الصف الأول متوسط في مدخل الوحدة الأولى القيم الإسلامية الفصل الدراسي الأول. هنا لدينا في الصور التالية سياد وأحمد صديقان منذ الصغر، نجحا في المرحلة الابتدائية وانتقلا إلى الصف الأول متوسط. اشتاق أحمد إلى صديقه زياد فأراد زيارته. هنا لاحظي في الصورة الأولى ذهب إلى زيارته، طرق الباب، قال في نفسه ما الذي أتى به الآن، ثم زميله الآخر كان متفاجئا. طيب هنا لديك سؤال، أجيبي عن السؤالين الآتيين: لماذا زار أحمد زيادا؟ لأنه اشتاق إليه. لماذا دهش أحمد لسوء استقبال زياد له رغم طول المدة الغياب عن بعضهم البعض؟ طيب أتحدث أمام مجموعتي عن الصورتين الثالثة والرابعة. الصورة الثانية طرق أحمد باب صديقه زياد. الصورة الرابعة استغراب أحمد من عدم ترحيب زياد له. طيب أبحث عن السلوك الإيجابي. السلوك الإيجابي هي في السؤال ثلاثة، هي زيارة أحمد لزياد. السلوك السلبي عدم ترحيب زياد لأحمد. أبدي رأيي في تصرفه، تصرفه ليس حسنا لأن للضيف حقوق ينبغي أن تؤدى. لو كنت مكان زياد لفعلت الآتي: ناقش مجموعتي معللا ما أقول، أحسن استقبال صديقي وأقوم بواجب الضيافة وأشكره لزيارته، أن الإسلام حث على مكارم الأخلاق وحث أيضا على إكرام الضيف. اختار عنوانا مناسبا للصورة الأربع السابقة من العناوين التالية: أخلاق أحمد، أدب اللقاء، احترام الصديق. العنوان الذي اخترته أخلاق أحمد. ما الحرف الأول في أول كلمة؟ همزة. ما الفرق بين الهمزتين في كلمة أخلاق واحترام؟ أخلاق همزة قطع واحترام همزة وصل. أسمي نوع الخط الذي كتب به العنوانان الأول والثاني: خط النسخ. أما الثالث هو خط الرقعة. بارك الله فيك. هنا أضع رقم الصورة داخل الإطار. الحدث الأهم رقم واحد، المكان صورة ثلاثة، الزمان صورة أربعة، الشخصيات رقم اثنان. أحاكي ما شاهدت في الصورة الأربعة نشاط أولا بأسلوب قصصي. أقول: ذهب أحمد لزيارة صديقه زياد ظهرا في منزله، ولكن زياد لم يحسن استقباله. كلمتان متضادتان هما العرب والعجم. جنس الممدوح هو مذكر. بارك الله. هنا أشترك مع مجموعتي في ملء صندوق المجوهرات بسلة المهملات ما يناسبها من صفات. صندوق المجوهرات المودة والإيثار وبرشاشة الوجه وحسن الحنية والسماحة. سلة المهملات الكذب والفتنة والظلم والعنف والتنابت بالألقاب والتفاخر بالإيباء والجفاء. طيب أناقش مجموعتي في المواقف التالية. هنا الصورة الأولى: سلوك طيب من طفل حيث يساعد شيخا، سوء أدب الصبي برفع صوته على معلمه. الصورة الثالثة: سلوك حسن من الفتاة حيث تساعد والدتها. طيب أتعاون مع مجموعتي في إعادة ترتيب الكلمات. لديك ذميم، الناس خلق احتقار، احتقار الناس خلق ذميم، احترامهم حق الآخرين في احترام الاستفاف يكسبني. قلنا احترام حق الآخرين في الاستفاف يكسبني احترامهم. في الكلمات الثلاث: حسن تعامل الوافدين مع على، قلنا حسن التعامل مع الوافدين اللي يدل على حسن تربيتي. هنا لدينا نص الانطلاق وهي قبس من القرآن، ذكر الله تعالى قصة موسى في عدة مواضع لكن بسطها في سورة القصص عندما لقته أمه في اليم، ثم إلى أن هرب من بطش فرعون متوجه إلى مدين جنوب فلسطين حيث لا ملك لفرعون هناك، وجد قوم يسقون مواشيها. اقرأ الآيات قراءة صامتة جميلتي. في التنمية القرائية هنا يقول: ثم تولى إلى الظلمة. معنى كلمة تولى أي ذهب. ممتاز. هنا كلمة حجة أتت بثلاث مواضع أبين الجمل: مضت حجة، ممتاز أي سنة، قدم المتهم حجة أي برهان، أدت هند حجة أي فريضة الحج. فهاتي بأضداد الكلمات: آمنا، خائفا، صدر عن، ورد، أيسر، أشق. بارك الله فيك يا جميلة.
كيف كان حال المرأتين عندما ورد موسى ماء مدين؟ قلنا كانوا تمنعان وتردان غنمهما عن الماء خشية مدافعة الرجال، على ما يدل على أنه لا يوجد من يخدمهم ويسقي لهم. طيب، أرسم علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير صحيحة وصوب الخطأ. من الشخصيات التي ورد ذكرها في القرآن فرعون، خطأ لم يذكر اسم فرعون في هذه الآية. توجه موسى إلى اليمن خطأ، توجه إلى مدين. تحركت رغبة موسى في نجدة المستضعفين صح. سقى موسى للمرأتين صح. بارك الله فيك. طيب، أشارك مع من بجواري اللي استخرج من الآيات الكريمة بموافق من الحديث. هنا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه: من نفس عن مؤمن من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهنا الآية التي دلت على ذلك قال الله تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آية 24. الصفتان، يقول جمعت الآية بين الصفتين الأساسيتين المرغوب توفرهما في الأجير وهم القوة والأمانة. تعاون مع مجموعتي في ذكر صفات فرعية. الصفات الأساسية، الصفات الفرعية الإنجاز والنشاط، الإخلاص والوفاء. في استثمر، ماذا نستفاد من الآيات؟ الوفاء بالعهود، حياء المؤمنات، قوة وأمانة الأجير، الدعاء لله، نجدة المستضعفين، عدم المن بالمعروف، المكافأة على الإحسان. بارك الله فيك. والتناصح بين المسلمين. هنا لدينا في الصنف اللغوي المذكر والمؤنث. يقول إن الاسم تنقسم إلى قسمين: مذكر ومؤنث. فالمذكر ما يصح أن يشار إليه بهذا، والمؤنث ما يصح أن يشار إليه بهذه. هنا أقرأ الأمثلة قراءة صامتة وتأملي تلك الكلمات الملونة: رجل، موسى، ماء، الظل، أبو، شيخ، امرأتين، ابنتي. أقرأ المثالين ثم أحدد نوع الاسمين: هذا رجل أحسنتي مذكر، هذا امرأة مؤنث. استخدم اسم الإشارة المناسب في تعبئة العقول: هذا رجل، هذا موسى، هذا أب، هذا شيخ. مذكر حقيقي. ما معنى مذكر حقيقي؟ هو ما دل على ذكر من إنسان أو حيوان. هذا أسد وهذا جبل. طيب، المذكر المجازي ما ليس له أنثى ويعامل في اللفظ معاملة الذكر من الإنسان للناس أو الحيوان. عندما أقول مذكر مجازي أعني به أنه مذكر ليس له أنثى. هذا ماء، هذا ظل، هذا خير، هذا أجير. أقرأ الجمل في الحقول الآتية: جاءت امرأة، هذه ابنة بارة، ولدت الناقة، هذا فرس، هي مؤنث حقيقي. هذه هند، هذه زينب، هذه مريم، هذه فاطمة، هذه ليلى، هذه شيماء. هي علامات مؤنث لفظي، علامة تأنيث مؤنث لفظي. ما هي علامات التأنيث؟ التاء المربوطة والألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة. بينما هند ومريم هي مؤنثة ولكن معنوي لم تظهر عليه علامات التأنيث. المؤنث الحقيقي ينقسم إلى قسمان: مؤنث لفظي ومؤنث معنوي. أشرقت الشمس وهذه دار نظيفة مؤنث حقيقي. هذه مدينة وهذه أمة مؤنث لفظي. هذه عين وهذه نار مؤنث معنوي. المؤنث المجازي ينقسم مؤنث لفظي ومعنوي. جاء عبيدة مذكر حقيقي لحقته تاء في آخر. هنا يقول في التفكير الناقد: اكتشف الخطأ، اسم أفعى يدل على مؤنث معنوي يدل على مؤنث لفظي. بارك الله فيك. هنا لدينا أمثلة. يقول: هل هي مؤنث حقيقي لفظي أم معنوي، أم مؤنث مجازي لفظي أم معنوي؟ تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. المؤنث اللفظي مؤنث مجازي لفظي. اليد مؤنث مجازي معنوي. ممتاز. دولة مؤنث مجازي لفظي، انتهت بتاء. مريم مؤنث لفظي حقيقي معنوي. ممتاز، أنا انتظر عليه علامات الثانية. زينب مثل إجابة مريم، المؤنث الحقيقي المعنوي. سلوى فتاة متعاونة، مؤنث لفظي. وبذلك انتهينا من درسنا لهذا اليوم. ألقاك بإذن الله في درس قادم. استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه.